التنفيذ على كلا البلدين. A diplomatic solution is always available. الحل الدبلوماسي هو الخيار الأول دائما. كلا الطرفين له مصلحة في الحوار، ومن طرفنا في باكستان فنحن نريد ذلك. نوجه دعوة لجيراننا في الهند إلى تبني ذات اللغة للوصول إلى حلول مشتركة، لأننا إذا لم نفعل ذلك فالنتائج ستكون غير متوقعة. نرحب بمساعي الجانب التركي للتهدئة ونتطلع للعمل معا، فجهود الوسطاء كانت مثمرة دائما في ظل عدم تمكن الطرفين من الوصول إلى حل. إلى ذلك دعا وزير الخارجية التركي مولود شاوشغلو